كانت الحالة يعني على حسب الدكتور كانت جدا مدمرة. تسعة عظام تقريبا مكسرة. قبل ما أجي هنا كنت مسافر، كنت مسافر رحلة خارجية، رحت كذا مكان أثري وصار انزلاق من مكان عالي. فالحمد لله يعني قدر الله ولطف المفصل انكسر. شخصوني في البلد اللي أنا كنت فيها، قالوا لي فيه كسر وحطوا لي جبيرة بس من غير عملية، يعني قالوا لي بس كسر عادي وجبيرة بيصير تمام من غير عملية. لما رجعت على جدة رحت على مستشفى معينة هناك وقالوا لي إنه ما في كسر، وقال لي خلي الجبيرة، وكمان حثني الدكتور إنه أنا أضغط عليها. جيت على مستشفى السعودي الألماني، دخلت على يعني أنا جيت ومن حسن الحظ إنه دخلت على استشاري محمد بن محفوظ. أنا ما أعرف ولا حاجة، يعني لو مو الوالدة ما كان جيت أصلا. دخلت وهنا كانت الصدمة، سويت الأشعة المقطعية قال لي عندك كسر وممكن ما يرجع لحالته الأصلية في مفصل القدم. وهناك قالوا لي أصلا يعني من المستشفى هذي قالوا لي إنه ما في كسر، فجأة قال لي في كسر، فجأة قال لي إنه كسر وكسر خطير مرة، يعني كسر قال لي يعني 80% من الحالات. دكتور كان صريح معي قال لي 80% من الحالات ما ترجع، وحتى لو رجعت تكون فيه خشونة، لكن إحنا هنحاول قد ما نقدر. وأعطاني معلومات لكن كان صريح معايا برضه، وقال لي ممكن يعني عشان العظام جدا مفتفتة جوا، قال لي ممكن نأخذ من عظمة الحوض. قال لي العملية كانت وقت الزيارة يوم الخميس، قال لي حستدخل تنويم الجمعة، يوم السبت راح تكون العملية إن شاء الله. كانت رجلي مورمة وكان في ألم، وكنت يعني ما أقدر أتحرك مرة، رجلي ما أقدر أحركها. حاليا بعد العملية ما أحس بألم، رجلي الحمد لله رجعت على وضعها الطبيعي وقادر أحركها وقادر أحرك أصابعي. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم.